سر نجاحي هو ان انا مصابره قوي، ولما بحط حاجه في دماغي ببقى عايزه اعملها كويس وببقى عايزه اديها كل الافورت والديسيبلين والهارد ورك والفايتنج سبيريت. يعني ما تخلوش حد يقول لكم انتوا مش هتعرفوا او مش هتقدروا او انتوا it's too big for you او الدريم is too big for you. لا خالص. و believing in yourself و having a good support system. انا عيلتي هي my biggest support system. اولوياتي في الحياه دلوقتي اتغيرت قوي عن من 5 سنين. من 5 سنين كانت اولوياتي شغل شغل شغل. دلوقتي اولوياتي هي ان انا احاول اعمل balanced life، احاول ادي وقت لاهلي، ادي وقت لشغلي، ادي وقت لنفسي، ادي وقت للرياضه، ادي وقت للسوشيال لايف، احاول ابالانس ديفرنت اسبيكتس من الحياه عشان ما يحصليش burnout.